شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان جدل كبير حول المسلسلات التي تعرضها الفضائيات، ومع انتهائه تحدثنا الناقدة الفنية علا الشفعي عن أهم المسلسلات والنجوم خلال المنافسة الرمضانية في هذا الأسبوع. يشهد شهر رمضان من كل عام منافسة شرسة بين عدد كبير من المسلسلات التي يشارك فيها كبار النجوم والنجمات، ويحاول كل منهم الوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور والتربع على عرش نسب المشاهدة التي تزيد معدلتها عن أي وقت آخر من السنة. ويحرص في هذه الفترة المشاهد العادي والنقاد الفنيين على متابعة أكبر عدد من المسلسلات. السنة دي في كل اللي هيحب حاجة هيلاقيها، لو انت بتتكلمي في دراما اجتماعية هتلاقي الدراما الاجتماعية موجودة وبكثافة وبكثرة، يعني حتى بعض الأعمال ممكن يبقى فيها إثارة وتشويق هتلاقي عندها بعد اجتماعي. استعادت المسلسلات التاريخية جاذبيتها مع مسلسل وحد الغروب بفضل النص الروائي الشهير للكاتب بهاء طاهر وفوز الرواية الأصلية بجائزة البوكر العربية، وضاعف من رواج المسلسل أنه أول عمل درامي معاصر يناقش حقيقة ثورة عرابي. وحد الغروب يحلق في منطقة خاصة تماما وله جمهور كده، الناس اللي عايزة تستمتع وتشبع، عارفة الفن بيعمل حالة من الإشباع، الإشباع الروحي. وحد الغروب متحقق ده فيه بكل عناصر الفنية. هتلاقي كمان ممثلين على درجة عالية من الأداء، يعني خالد النبوي ساحر في المسلسل، ساحر يعني إنجاز التعبير، ما كانش أكتر من كده. أنا ضابط مصري لا أطبق قواعد الإتيكيت التي تتبعونها في إنجلترا. ثلاث دقائق متواصلة من الرعب غير المسبوق في تاريخ الدراما المصرية كانت كفيلة باحتلال مسلسل كفر دلهاب للنجم يوسف الشريف صدارة المسلسلات الأكثر اهتماماً من بين كل المسلسلات المصرية. كفر دلهاب ليوسف الشريف اللي هو متصدر طول الوقت في المشاهدات والترندات على جوجل وكل ده، لأن ده كل شغلنا، يعني يوسف الشريف متصدر طول الوقت، عارف إن شريحته هو جمهور الشباب الصغير اللي هو كمان بيرتاد دور العرض وبيتفرج على السينما الأمريكية، فهنا واللي كمان بيتعاطى مع الدراما الأمريكية اللي هي قايمة هتلاقي فيها الحالة ممكن رعب، حالة إثارة، تشويق، فده الأجواء اللي عاملها يوسف. أيضاً مسلسل لأعلى سعر للفنانة نيلي كريم حقق حالة من الرضا لدى الجمهور. ده مسلسل اجتماعي، يعني دي بالأساس نيلي كريم هو ده مسلسل مصنف اجتماعي، ولكن بشكل أو بآخر هو يحتفي بالفن ويكرس لأهمية الفن. أنت لما تشوفي رقص الباليه في المسلسل، فإحنا بطلنا، أنت عارفة عنينا ساعات بيحصل غشاوة كده من كتر الحاجات اللي بتشوفيها، فبتبقي محتاجة تغسلي عينيكي بحاجات معينة، تستعيدي قيمة الفن، تستعيدي قيمة إن أنت تسمعي باباها اللي ساب كل حاجة وقعد يعزف قانون، الأستاذ نبيل الحلفاوي عامل واحد من أجمل أدواره. فأقصد إن أنت هنا بتشوفي مجتمع وتطورات مجتمع وبتقولي للناس اصحوا إن الفن ده حاجة مهمة، ده بيعمله لأعلى سعر. وأنا بحبك. وأنا كمان بحب. يا بنتي أنا خايفة عليكي. وخوفك عليا ده حساسية ولا لطش برد؟ رغم غياب أغلب نجوم الجزء الأول وظهور بطل العمل إياد نصار في مشهد واحد فقط، خطف الجزء الثاني من مسلسل الجماعة الأنظار مع اليوم الأول لعرضه، خاصة وأنه يستعرض التاريخ الحقيقي السري لجماعة الإخوان المسلمين منذ مقتل مؤسسها حسن البنا، وكيف ظهرت الآراء الدعائية للعنف والقتل مع تأسيس الجناح المسلح للجماعة. تكلمي هنا بقى عن عمل تاريخي مهم جدا، بيتكلم على فترة زمنية احنا دفعنا ثمنها بشكل او باخر في الوقت الحاضر، فانت بتشوفي ازاي الاخوان وتاثيرهم وكانوا بيشتغلوا ازاي في المجتمع المصري. واذا به يبادرني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وعلى الرغم من كل هذا الزخم من الاعمال الدراميه، الا ان علا ابدت انزعاجها من عرض الاعلانات بكثره اثناء الشهر الكريم. انا تحديدا يعني عندي مشكله في المشاهده في رمضان. يعني المشاهدة في رمضان فعلا مزعجة لأقصى درجة، يعني مسلسل زي واحد الغروب ده شوفي اللي هو بقدر الاستمتاع أنا بتفرج عليه مرة في التلفزيون ومرة تانية باجي أشوفه على اليوتيوب، عشان الإعلانات فعلا الإعلانات دي كابوس، كابوس حقيقي، هي مهمة جدا ومهمة لصناعة الدراما ومهمة لاستمرارها، ولكن فعلا لازم يكون لها، مش معقول تشوفي فاصل وتلت ساعة إعلانات وبعد كده كل ما رمضان بنقدم يوم الإعلانات بتزيد أكتر.